السلام عليكم ياكم هاشم. اليوم عندنا تجربة للعبة ببجي موبايل على جهاز الشاومي، هو البوكو اكس 6 نسخة الفايف جي. طبعا هذا الجهاز راح يقدم لك اداء متوسط خاصة في الالعاب وفي التصفح. طبعا هنا عندنا معالج الجهاز هو من كوالكم، هو السناب دراجون 7S Gen 2، مصنع بتقنية الاربع نانومتر، مع المعالج رسومته هو الادرينو 710. وهسه نجي على الشاشة، فهنا شاشة الجهاز هي 6.67 من نوع الموليد، راح تدعم لك على مادة تحديث 120 هرتز، مع دعم لتقنية الدولبي فيجن و 68 مليار لون. وبطارية الجهاز طبعا هنا هي 5100 ملي امبير، راح تدعم لك الشحن السريع بقوة 67 واط. طبعا هاي اهم مواصفات الجهاز ذكرتها لكم. اذا تريد اكثر تفاصيل عن هذا الجهاز تقدر تبحث في اليوتيوب او في جوجل، تحصل على كافة تفاصيل هذا الجهاز. وسنجي لبوبجي موبايل، فهذا الجهاز راح يعطيك في لعبة ببجي موبايل 60 فريم فقط، ما راح يدعم لك 90 فريم، وبقية الاعدادات راح اشغل لك اياها على 45 فريم. وهاي تجربتي لببجي موبايل على هذا الجهاز، ان شاء الله تستفادوا من عنده يعجبكم. خلوكم بالفيديو.
I need attachments.